خد يا عم. ايه ده انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا مديك 100 والناس شهاده؟ انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بيت شوف النصب. خلاص يا استاذ. خلاص يا بيه. خلاص يا بيه. خلاص يا باشا. هات لنا صوره. غيروا الصنف بقى واستنضفوا. هات لنا صوره عندك. في حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زيه. لمين؟ لواحد. حبيبك؟ لا حبيبي إيه ده، خطيبي. ها تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة إشمعنى؟ عايزة أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل بثلاث أيام، يوم 18. أنت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده؟ لسه هتقرا؟ لا يا تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ لا دي معرفهاش، معلش عديلي دي. اسمعي الكلام، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هساله. اسالوش ليه؟ الو الو، عامله ايه؟ انا كويسه. خدي حاجه، خدي عسل. انت لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش يا بنت. قلت لك اوعي روحي بقى. بقول لك يعني اسالك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين، ماشي؟ انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول. قول لي بس. لا خلاص خلاص. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي، قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن، يا سلام، الله اكبر، ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي، انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهدي بيها. اتفرجي بقى. سلام. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت، انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعه يا بنت. لا ماشي حبيبتي، الف مبروك، الف الف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى، الخاتم ده فيه حجر كريم بيقلب بين الاحباب لغايه الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي بس صنعته متكلفه. الله
سمعنا عليك، سمعنا. انا عايز احلى سلام للناس التمام، للناس اللي مشرفانا ومنورانا ومكبرانا. ابو هناء سيد المعلمين الكبير قوي، معلمي سمعني عظيم يا مصر. اقعد شويه كده وكنت شغلك زي الزفت. قلت لك مالوش في الكلام ده، هو جاي يبارك ويمشي على طول. يبارك فيك. يلا يا حسن تعال. تعال سيبك مني. عايش في الدنيا دي سكه وعايش فيها على تكه، بداري رضاها بالضحكه. اتاخرت ليه يا صالح؟ بقاله كتير. ركز معايا هنا. ربنا يحميك يا حسن، ما تتصورش انا مبسوطه قد ايه بمجيتك دي. بقول لك ايه؟ مين الواد الرشاش اللي كان بيرقص جوه ده؟ ده عيل مبرش ملوش اي لازمه، تلاقيه مش داري باللي بيعمله، يبقى ابن عم العريس. والغل اللي كان في عينه ده وسنك ورشاشات، ده الواد حاش نفسه عني بالعافيه. ده كل اللي في الفرح ما اداهمنيش. انا كنت عايزه استاذنك اروح ابات بره النهارده عند ام ميزو، يعني عشان اسيب العرسان بنت الدخله وكده. لا مع ألف سنة. إيه لا عايزة حاجة طبعا. افتكرت أنا جبت لك ده هدية. حلو؟ ما ينفعش تجيبي حاجة ما تعجبكيش. يعني حلو من الآخر؟ ده بقى ما يتقلعش من إيدك خالص، مفهوم؟ لا عايزة سلامة. استنى تليفون. مع ألف سلامة، استنى تليفونك يا حسن. قاعد كده ليه يا حاج؟ مستنيك يا حبيبي. مش برد عليك كده. خش غير وجهي. تعالى يا الحسن. مالك يا حبيبي؟ تعبان يا حاج. مش مبسوط. ليه؟ احكي لي. انت عارف ابنك يا حاج عمره ما كان بتاع مشاكل، ولا عمري اذيت حد ولا جيت على حد. انت دايما مربيني على كده من اول يوم. بس انا شفت في فرح اهل عسليه النهارده
وجع قلبي. الناس دي مش شبهنا حاج، مش شبهنا والله. وعسليه، عسليه اللي وعدتها وربطتها بيك. شوف يا الحسن، في حاجات في الدنيا العقل لازم يسوقها، وحكمك عليها لازم يبقى بالتفكير. وانت ما شاء الله عقلك يوزن بلد. نيجي بقى للي انت فيه دلوقتي. لما قلبك يحرن على عقلك تعمل ايه يا الحسن؟ تعمل اللي يمليه عليك ضميرك يا ابني وانت مستريح. صعب طبعا يا الحسن. الله يخليك يا ابا. بس بسم الله ما شاء الله، الواد ايه زي البدر وشكله كده طيب وابن حلال. الحسن، الحسن ده ملاك نازل من السماء، بس ربنا يستر يا مميزه وتكمل على خير. الله ان شاء الله يا اختي تكمل على خير. ايه قلقانة من ايه؟ اصل بقالي فتره كده بحلم احلام غريبه، بصحى من النوم مرعوبه يا ام ميزو. من الشيطان الرجيم. تعالي اقعدي جنبي كده وتدفعي على الشمال واحكي لي مين شفتي ايه. مره شفت حد بيقص لي شعري، وشي سناني بتقع، وشي اسود. ده انا ساعات بصحى من النوم مش قادره اخد نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته إيه ده يا موميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير إن شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي اشربي. أنا مش قادرة أشرب حاجة. امسكي، أنا تعبانة قوي. انا ما تفسحي شويه يا اختي كده، واخده السرير كله يا نهار اسود. انا تعبانه ما ارتحتش طول النهار، عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك. يبارك في عمرك ربنا. عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض. انا قابلته على السلالة. مبروك يا عارف. بارك فيك يا سيد الرجالة. راشد، صبحين بركة يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجة. مستعجل يا جدع. انا مش هعمل حاجة لحد، انا عروسة. خش اعمل لنفسي. اعمل لنا شاي يا تونة. طب جاملني يا اخي، ده النهاردة صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راشد. دي بقت حاجة تقرف. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. ايه مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك عمتني. تاخد كم معلقة سكر يا راشد؟ معلقة. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقة. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضية بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعلي. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رايك. الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لا اتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص. الاسبوع الجاي. مبسوطه؟ أنا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي أنت بتقوليه، بس أنا آخر مرة اتكلمت معاكي في الحوار ده، قلت لي تعيدي وتزيدي فيه تاني. يا ست أنا حر. أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. إيه ده، أنت بتاخدي كوك؟ كوك؟ يا ريت ابني. هو حد لاقي كوك ده؟ انا ما جربتوش غير مره واحده بس.
بصراحه بيعمل دماغ عظيمه بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى فانيليا هروين يعني. بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه حتى انزل. انت دي بقى لها 10 سنين والست تمام هي مفيش اي حاجه. سلام سلام. شوف ده ايه بوجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه انا مش حامل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح؟ ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا 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 ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20000 واخد زواج و22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. اه 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي. يو كل حاجه قفش، كل حاجه قفش. خدي هنا رايحه فين؟ انا رايحه بتوعي. انا رايحه. طب بعد الجواز مفيش شغل كمان على فكره؟ لا والله لا انا هشتغل ومش هسيب الشغل. لا هشتغل، انا بشتغل من وانا صغيره ومش هيحصل. طب انت عارفه انا مش عايز تشتغلي ليه؟ ما يهمنيش قعدني. يا بنت عشان بغير عليكي. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام فرقت يعني؟ اه طبعا تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8000 جنيه شبكه. ونجيب شويه اجهزه ونظبط اوضه النوم ونروق الشقه والدنيا تبقى 8000 جنيه شبكه ليه؟ ده كتير طبعا. هما دبله وبيشتروا سلسله صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده انت تستاهلي وزنك ده. ما تلبسي دهب زي بقيه الناس. بص يا حسن انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكه بكام ولا عفش بكام. تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحه وزغروتين وخلصنا ماشي؟ عايزه حاجه تاني؟ عايزه كولا. عايزه كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزه نتجوز بسرعه يا حسن. عايزه ابقى جنبك. يا لهوي يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معايا. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكليه؟ ما تقومي تجهزي. ما تقومي يا علي. خد يا اخو. خد. مال. حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو؟ انك واقعه في غرام حبيب القلب ومش صربعه. الصربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي. اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده. سؤال نفسي اسالهولك. هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي خدامه من ابو بلاش يعني. انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربية. أنا هخش أجهز ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. لسه معانا فين راشد؟ راشد قلب بوزه علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهارده. لا ربنا ربنا خش له.
ولا والعصفوره طارت منك يا حلو. الشاوريه جوه بدل ما اطلع اعورك. راشد ده بجد ليه ضرب الغباوه ده بس يا صاحبي؟ راشد الكلام صحيح. قوم يا راشد مفيش نتايج تستاهل وربنا قوم. عسليه تستاهل يا عم؟ مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد. قوم يا راشد خلاص البيت فتحتها بتتقري. البلاق كلها بتتكلم قوم. سيبني اونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلبي عليك يا صاحبي. قوم يا راشد. سيبني اونش دلوقتي. خلي عينك عليها اهو. تمام. ولا الضالين. آمين. آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه؟ هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل. تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السخ. وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقيها هي اللي عايزه كده اساسا. وماله؟ خير البر عاجله، واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم؟ وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن. وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بعد الشقه. مش هتزغرطي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبعلك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك. احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع ورك يا راح فين بس يا راشد؟ على وسخ. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد. يلا يا ابني من هنا لعورك. انت تقف تحب هنا؟ يلا ده حاره وسخه صحيح. خش جوه يا خش جوه. يا مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. هتبقي 7 يا علي؟ كتير. حبيبك عيسى يا معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطه عمر يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. تشكر. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده يا علي روي؟ سلام يا روي. سلام يا علي. Thank you.
ايوه باشا خرجوا مع الحاجه. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ اقعد. شوكولاتة. لا. عسل ايه؟ دي اختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. ما انا قلت لك شوكولاتة. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتوهم. لو سمحت مكتب وكيل النيابة من هنا قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليه؟ استنى يا يلا اخويا انا لسه الكلام شد يا فدور. ايوه يا اختي ايوه ودك في داهيه يا فدور. الله يعني يوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح، تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي اروح فين؟ اوعي تمشي. يا عسل ايه؟ الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ لو التليفون اللي جالنا خلاها ننظف المطرح كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط يا حاجة. يا ابو هناء يا ابو هناء بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا قايلك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني اشتريها انا؟ الشغلانة بتاعتنا دي يا راشد محتاجة راجل، وابن عمك طلع عجلة. تمام. اقعد يا وينش. خد على خاطره. سلامة خاطر. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عاجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي،
حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون على اللي عامله هو. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابة بولاء إخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابة ما لم تكن مطلوبة على أزمة قضايا أخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي إسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على أزمة التحقيقات على أن يراعى التجديد في المعاد. افراج يا اختي، بس من الاس. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر، هيضيع لي الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده؟ قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتوترني. حاضر، روح معاه الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجيلك الاسم. انت بس ليه مات؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجيلك على طول. همشيب معاك اهو، همشيب معاك. عند ربنا في الجنة. محتسب مين؟ والحسن فين؟ لا. الله يرحمه، الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه، بس الحسن فين؟ لا إله إلا الله، وحيد الله. بس الحسن فين؟ ما تعملش في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري يا عسلي. Thank you.